لكن تعالوا قبل ما ندخل في تفاصيل أخبارنا، يمكن في الأسابيع الأخيرة كان في مواقف كتيرة جدا جدا لمؤمن، مؤمن زكريا طبعا لاعب النادي الأهلي، بداية طبعا من التكريم ووجوده في بيته وحواليه اللعيبة ومجلس الإدارة وكل الجماهير اللي بتحبه، كمان بعديها ظهور وكان لقطة طيبة جدا من اللجنة الخماسية إن مؤمن كمان بيقدم البرزنتيشن بتاع فانيلة أو تيشيرت منتخب مصر إن شاء الله الجديد، ده كانت لقطة مميزة جدا. والنهارده كمان الاتحاد الافريقي لكره القدم اختار مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي طبعا سفير لنهائي دوري ابطال افريقيا طبعا موسم 2019-2020. كشف كاف خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل رسمي اختيار طبعا مؤمن زكريا سفير لنهائي دوري ابطال افريقيا، وقال كاف في رسالته مؤمن زكريا سيحمل كاس الابطال قبل ما يحملوا طبعا الابطال نفسهم على منصه التتويج. طبعا دي خطوه رائعه من الاتحاد الافريقي لكره القدم، واكيد دي دفعه معنويه رائعه لمؤمن زكريا اللي في يعني خلال الشهور اللي فاتت اصبح حديث العالم، نال دعم كبير جدا سواء من مجلس اداره النادي الاهلي او من اللاعبين او من الجماهير الانديه كلها، ومش جماهير النادي الاهلي بس، كل جماهير مصر وكل الالعاب الاخرى. وشفنا محمد صلاح وشوف كل اللاعبين على مستوى اللعبات المختلفه كمان بيدوا دفعه معنويه كبيره جدا لمؤمن. يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يعني يتمم له شفائه ويكون موجود معانا ان شاء الله في النادي الاهلي بدايه من الموسم اللي جاي ان شاء الله. يا رب يا رب، ونحقق اللقب الغالي معاه. ومؤمن الحقيقه شعر اكيد بده وكتب يمكن على صفحته، هقول لكم دلوقتي قال ايه، بس ده موقف رائع الحقيقه من الاتحاد الافريقي ورسالة دعم قوية زي ما كابتن هاني قال لمؤمن. وإحنا النهاردة وكل يوم بنتمنى له الشفاء يا رب، وكلنا معاك يا مؤمن لحد إن شاء الله ما ترجع تاني من جديد للملاعب بإذنك يا رب. إن شاء الله الأهلي يفوز باللقب ويكون احتفال كبير بمؤمن وبالبطولة. مؤمن شكر الاتحاد الأفريقي زي ما قلت لحضراتكم والمهندس هاني بوريدة تحديدا على اختياره سفير لنهائي دوري الأبطال، وقال زي ما حضراتكم شايفين كده على حسابه على تويتر كل الشكر والتقدير للاتحاد الافريقي، وشكر خاص للاب الغالي المهندس هانا بوريدا. وطبعا حضراتكم عارفين ان خلاص المباراه النهائيه يوم 6 نوفمبر اللي جاي، لسه ما تحددش كمان يعني اقامتها فين، ولكن كل التوفيق للنادي الاهلي، خلاص بدا العد التنازلي ليها خلاص، فباذن الله كل التوفيق لنادينا ان شاء الله باذن الله.